يا رب اشفي كل مريض يا رب. اللهم امين يا رب العالمين يا شيخ. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم نسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم وجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. الشتاء في العجمي، عايزين نشوف الشتاء في البلد بقى يا شيرين. هقفل عشان واضح ان هي قلت خلاص، يعني قبل ما فتحت البث كان الشتاء قل خلاص، والرعد كمان هو كان فظيع من شوية. انا تلكت يا شيرين، انا في البلكونة انا شايفة برق من بعيد سبحان الله. بس هو الشتاء بسيط دلوقتي، كان من شوية فظيع وكان الرعد بيجلجل بجد. اوبا رعد اهو، برق اهو، اسمع رعدايه واحده واقفل. هو تقريبا البرق جاي صامت، البرق الاخير ده كله صامت. لا الشبابيك في الاوض، الولاد ناموا، مش هينفع افتح اي حاجه. انا في البلكونه عشان البلكونه في الليفنج بعيد عنهم. اوبا برق اهو، هو في برق من غير رعد، هو الرعد حالف ما يعمل صوت في اللايف. يا رب. ناحية البحر اهو في برق، هو كده البحر من بعيد. المهم بقى انا مش عارفة اخرج من اللايف فقولي لي اخرج من اللايف ازاي، بقالي كتير ما عملتش لايف. ايوه البحر اللي في اسكندريه في الشتاء بيطلع لنا طبعا، في الصيف احنا ننزله في الشتاء يطلع لنا. اطلع ازاي بقى انا من اللايف؟ ايوه فين دي؟ بجيب الثلاث نقط، مفيش انهاء خالص، في حفظ فيديو في اللحظات المميزه. اوبا برق جامد اهو، ومشاركة وكتم الصوت بس. طب تمام، اللي هو حفظ الفيديو لحظات المميزة هو ده يعني. مش مهم بقى زي ما تيجي، يحفظ اللي يحفظه. واصلا الرعد مش عايز يعمل صوت، وانا تلكت الصراحه. هو البرق كده راح ناحيه البحر بعيد، مش عارفه اعرف اجيبه ولا لا، كان الاول فوقينا. فكده بقى نقول ايه، اللهم صيبا نافعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا شيرين.